بسم الله الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
عسى
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أولئك هم
فاسقون ولا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا
صدق الله.